السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا مجموعة من المواضيع التي نطرحها في هذه الحلقة، ننتظر مشاركات حضراتكم لإبداء آرائكم بشأنها. الموضوع الأول لدينا سيكون ملف المهجرين والنازحين، حيث تتفاقم معاناة مهجري ناحية جرف الصخر في مخيمات عمرية الفلوجة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، في ظل خيام غير صالحة للعيش وتجاهل حكومي لمعاناتهم، بالإضافة إلى عدم توفير مأوى مناسب لهم. نستعرض في المقطع الآتي مشاهدينا الكرام حال النساء المهجرات من ناحية جرف الصخر، حيث تبحث إحداهن عن مأوى لها وللأيتام بعد أن قتلت ميليشيا الحشد 3 من أولادها، وقتل داعش الولد الرابع لها، بينما توفي زوجها بعد أن أصابته حالة نفسية نتيجة قتل أبنائه، وتم إلقاء القبض واعتقال ابنها الخامس من قبل ميليشيا الحشد أيضا، واتهم كيديا وهو الآن محكوم عليه بالإعدام في سجن الحوت. هناك أيضا قصة أخرى، وهي قصة سيدة تعاني أيضا داخل المخيمات، بكت خلال التصوير إذ لم تسعفها الكلمات لوصف حالها. لنشاهد. نزحنا من 2000 قادر يوم 28 صار من نزحنا، والحمد لله والشكر، وأولادنا راحوا برواحنا ظلينا. كم ولد راح؟ راحوا له 5، واحد سجن تدرون بي ذاك بالسجن، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة بس قوة هذا الحنين. وعلى الله الخيرين إن شاء الله، الله يزكيهم أنفسهم بالخير والإيمان، هم وعوائلهم يستر عليهم، ملكة الله يرحمونا بغرفتين بهذه. انت هسه ايش محتاجه؟ محتاجه والله بس سبت النساء والله لا حول ولا قوه. كم يتيم عندك؟ كم طفل؟ عندي 3 ذنبهم، بس النساء بنيات وانا بجنتي، ولا حول ولا قوه غير، لا مثل يقول راتب، لا مثل يقول كل شيء، لا حول ولا قوه غير. كمية؟ والله احنا من جرف الصخر كنا نازلين، هذا بال بروعيه يسمونها، منطقه روعيه. ايه صارت هاي يا ستار الاحداث، تدرون بها وتعرفون ايش صار بينا وما صار. الحمد لله والشكر على كل حال اللي سويه رب العالمين، محمود مشكور. خالط في نازحين من جرف الصخر؟ اي نازحين من جرف الصخر، مريض وما اقدر وما عندنا. هذا ابن ابني هم بلاعيمه خطيه. دعونا الآن مشاهدينا نستعرض بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع. أبو مختار يقول: مكتوب عليكن يا أمهاتنا الطيبات، هذا الظلم من وراء السياسات الخاطئة ومن وراء الفساد وزرع الطائفية القاتلة. عندنا تعليق من أبو قتيبة يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ظلم الناس ولصق لهم التهم بالباطل، عند الله تلتقي الخصوم. ضمن التعليقات مشاهدينا الكرام غازي فنجان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في دمار البلد وظلم شعبه. وآخر التعليقات لدينا بهذا الموضوع خليل الجنابي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الفاسدة الضالة. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى موضوع آخر بالنسبة للمواضيع التي نطرحها في هذه الحلقة. فصل الصيف في العراق قاسي جدا، قاسي على النازحين في الخيام، وقاسي على بقية العراقيين في كل مكان. شملت قسوته سكان المدن الأخرى الموجودة في محافظات عراقية مختلفة بسبب الإهمال الحكومي. تتعاظم مشاكل فصل الصيف بالتزامن مع غياب الخدمات، من ضمن الخدمات الأساسية التي يفتقدها المواطن العراقي الكهرباء،
وتتراجع ساعات تجهيز الكهرباء التي تعد واحدة من المعضلات التي لم يتوفر لها حل حتى الآن، بالرغم من الميزانيات الانفجارية وإنفاق وزارة الكهرباء أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء كما تقول. هذا المواطن من محافظة النجف تحدث عن فكرة التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية المعروفة بعد أن تم عرقلة الاتفاق من قبل نواب الجارة كما وصفهم، في إشارة طبعا إلى نواب الإطار الموالي لإيران، لكي يبقى العراق معتمدا على إيران في استيراد الغاز من أجل توليد الكهرباء. دعونا نشاهد. الكهرباء ومعضلة الكهرباء اللي صارها 19 سنة من وراء الأحزاب السياسية الفاسدة، 19 سنة ومعضلة الكهرباء ما لها حل. اللي الدول وصلت تصنع سحاب، هاي دول الخليج ومطر بالصيف ينزيل، واحنا بعدنا بمعضلة الكهرباء صارنا 10 سنين اذا مو اكثر. احنا بشهر تموز واب نطلع للظهر، خصوصا محافظات الجنوب والوسط، النجف، كربلاء، الديوانية، الحلة، الكوت، البصرة، السماوة، لان المحافظات يطلعن لان التجهيز يصير بين قليل كلش، والقطع يوصل حتى 6 ساعات اذا مو اكثر. الحل واحد ماكو غيره، نضغط بطريقة واحدة ومطلب واحد العفو، على انه لازم تتعاقد الدولة وشركة سيمنز الألمانية. الى متى احنا نظل نقدي الكهرباء من ايران وغير ايران؟ توضيح بسيط واضافة فقط لمن لم يفهم لماذا يطالب هذا المواطن بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية. شركة سيمنز الألمانية معروفة في قطاع إنتاج محطات أو إنشاء محطات عملاقة لتجهيز الطاقة الكهربائية. شركة سيمنز تعاقدت معها جمهورية مصر العربية على إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، تكفي لإنشاء كهرباء تتسع لكل محطة تنشئ كهرباء أو توزع كهرباء ل 15 مليون منزل. تمام؟ كلفة المحطة الواحدة 2 مليار دولار أمريكي فقط. هذه هي الصفقة التي أبرمتها مصر مع سيمنز. رفضت هذه الصفقة ولا توجد أصلا يوجد تعامل بينها وبين العراق. فاقترحت سيمنز على العراق في وقت سابق بحسب القاضي وائل عبد اللطيف أن تقوم بإعادة تهيئة محطات توليد الطاقة الكهربائية العراقية الموجودة والمتهالكة طبعا، في سبيل إعادة تهيئتها لتنتج 1200 ميجاوات بكلفة لا تتجاوز 300 مليون دولار أمريكي. رفض هذا العرض من قبل سيمنز، وتوجه العراق بحسب وائل عبد اللطيف إلى إيران، وتعاقد مع إيران مع شركات إيرانية لفعل نفس الخدمة، لتقديم نفس الخدمة بإعادة تهيئة المحطات مقابل 900 مليون دولار. فرق المبلغ لكم أن تتخيلوا. دعونا ننتقل الآن إلى مقطع آخر ضمن مقاطع الخدمات. ليست طبعا الكهرباء وحدها ما يعاني منها العراقيون صيفا، شحة المياه أيضا هي أزمة حقيقية تمر على العراقيين، سببها الجفاف، سوء الإدارة، وهي واحدة من معاناة تستمر في التفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. سيدة من ناحية النهروان التابعة إلى قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد انفجرت غضبا بسبب شظف العيش وعدم قدرتها على شراء المياه بعد انقطاعها لمدة أيام، في ظل ارتفاع طبعا تكاليف الحياة وعجزها عن علاج ابنتها المريضة. لنستمع إلى حديثها. والله العظيم وين نمشي الفقير وين يطوي شاي، امال من يشتكي؟ المن يشتكي الفقير وين يروح؟ وين يولي؟ وين احنا ما حد يوم جانا، وعندي واحد قاعد على الطار فطار، وانا صاحبتي كام هسه وحده تعالي طبعت عليها، مشات لك مرابطتهم حددتهم سودنا رابطتها في الترك، ما عندي فلوس اراجع بيها للطبيب، وكلام الله طبك عليه وكلام الله تعالى مش وياي اليوم مشبجتها لا اكل ولا شرب، ليش وكلام الله تعالى مش وياي وشوف طب بيتي وشوف يمه
الشاهد الله طفوا لي شوفوا مريض شلون شقت عندي مريضة لا أكل ولا شرب الحسين تعالي مش وياي يما واجهه طب عليها وشوف لا ربك تبع لي تعالي مش لبيتي والله العظيم. لنتابع التعليقات سريعا قبل الانتقال لاستقبال اتصالات مشاهدينا، ويانا تعليق من أم مهدي هور تقول: النهروان قصة المي ما إلها حل، لا حياة لمن تنادي، لو هاي البقعة بغير دولة كان من زمان سووا لها حل، إلا النهروان بالمريخ وما يقدرون يوصلون المي. محمد الهاجمي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جاء مو السيد الرئيس يقول احتياط العراق من العملة الصعبة 70 مليار، المنظامهن وشعبك كاتل الجوع ما يحتاجهن، اللي دا يجي من النفط كوما. نور تقول أو يقول نور علي عفوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، الناس ماتت من الجوع، الفقير إلى الله. آخر تعليق في هذا الموضوع من حسين الملكي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل سياسي وبرلماني بالعراق، إن شاء الله يطول وقوفكم أمام رب العالمين، هناك ما يضيع حق فقير. نبدأ باستقبال الاتصالات، ويانا سعد من الكويت أول المتصلين، تفضل يا سعد. أهلا وسهلا أستاذي. أولا تلوث المياه لا يجوز، نعم، بالشرع والقانون والدستور يا أستاذي. وكذلك مياه التلوث هذا لا يجوز، تلوث الأنهار جريمة نكراء عملا غير صالح. وإحنا نبي رأي راقي مميز يا أستاذي. وكذلك أيضا المهجرين بالنسبة لهم ودعاهم وتحياتي لك ولل. شكرا جزيلا سعد، حياك الله. علي من جرف الصخر تفضل يا علي. السيد علي من جرف الصخر هو حقيقة نازح من جرف الصخر، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ عزيز؟ حياك الله علي. بس أكد لي أنت نازح من جرف الصخر لو موجود حاليا في جرف الصخر؟ لا والله جرف الصخر مين يخلينا نطبي، ما صار سنة ثامنة احنا نازحين ومشتتين بالمحافظات. نعم يعني تقريبا 126,000 احنا النازحين من جرف الصخر. مو أنا سألت هذا السؤال بصراحة، لأنه يعني احنا سبق وحكينا بهذا الموضوع، بعض السياسيين الموجودين الآن يتصارعون على المناصب قالوا رجعوا وصلينا الجمعة سوية جماعة والأمور تمام وماكو مشاكل، هذا الكلام صحيح؟ والله يا ابن عمي نفر واحد ما رجع جرف الصخر، مو نفر واحد ما رجع. نعم. ما خلى واحد لحد الآن ما حيطب من المشيب على جرف الصخر نهائيا، طريق سيطرة ممنوع واحد يطب نهائيا جرف الصخر، قاموا يجرفون هسه بالبساتين مالتها تجريف كامل. تجريف تغيير كامل، تغيير عن جرف الصخر تغيير كامل. تجيكم أخبار من داخل جرف الصخر على اللي يصير بيها؟ تجينا أخبار باشين هسه يعني تجريف كامل بيوت وبساتين. طبعا بس حتى ناكد للي ما يدري، منو اللي مسيطر على جرف الصخر يا سيد علي؟ المسيطر حزب الله قاعدين بيه. حزب الله، ميليشيا حزب الله. ميليشيا حزب الله قاعدين بيه، وحتى جماعه جاي في اخبار ايرانيين هم قاعدين. ايرانيين موجودين. الحكومه وينها؟ وينها بهذا الكلام؟ الحكومه ما تسال على الناس هاي اللي ما حد يسال عليها. يعني راضين كانت تصدر آلاف الأطنان تطلع من جرف الصخر للدولة العراقية، آلاف يعني كلها مزارع وكلها كلها صحيح. كلها مرشات، وأسرعت المرشات مالتنا كل مرشة 70 مليون، أكثر 120 مليون المرشة، مرشات كلها حنطة يعني سالوات كانت طلعت محافظة باب الدرجة الأولى بالتسجيل الحنطة. وهسه السماء والطرف كلها ظلت تمام متروكه. سيد علي سيد علي يعني ماشي، هسه احنا يعني طبعا الموضوع والمشكله مالتكم مو جديده، لكن اريد ايضا نتكلم عن جزء اللي هو وضعكم الان في المخيمات شلونه، خاصه احنا عرضنا قبل شويه يمكن حضرتك شفت او ما شفت ما اعرف المقطع لنساء عراقيات نازحات من جرف الصخر، وحده رايح لها 3-4 ولد
انقتلوا، ثلاثة قتلوهم الميليشيات، واحد قتلهم داعش، وواحد اعتقلته الميليشيات ولفقت له تهمة، وامرأة عراقية أخرى مريضة وما عندها اللي يساعدها. وضعكم بالمخيمات شنو؟ والله الوضع يعني يرفع لها، يعني اللي لا راتب وقاعد بالمخيم، ولجى البرد بالشتاء حالنا يعني سبحان الله، ويجي الصيف حار تعرف الخيمة ما نقعد فيها الخيمة بالحر هذا. نعم. والذار والتراب هسه بالعامرية الفلوجة وبالسلمانية وبأربيل وبالمحافظات تتلف، يعني تشتتين، يعني حالتنا يعني حالة ما توصف. هذا القانون، قانون الأمن الغذائي اللي قبل كم يوم صوتت عليه أحزاب السلطة بالبرلمان، ما شمل بفقرة معنية بتقديم المساعدات العاجلة للنازحين في المخيمات؟ وكانت هناك فقرة أي يعني وليش ما ذكرت هالفقرة؟ هو مو المفروض أنتم الأولى قبل غيركم؟ حبر على وراء كل شيء ماكو، كل شيء ماكو تصريف حكي، كل شيء ماكو المخيم، يعني النازحين النازحين سبحان الله، يعني ما أعرف شنو ليش ما أعرف ما حد يجيبها بالطالة نهائيا. والله يا أخي يعني ما تقدر انت وغناتكم جاي تطالب بينا، والله ما حد يطالب بينا، وناسينا ولا حد يعترف بينا وين صايرين. والحمد لله وشكرا. الحمد لله، الله يعينكم يا سيد علي. الله يعينكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. اتمنى صوت حضرتك يوصل من ضمن الاصوات المستمره اللي نعرضها. احنا مستمرين نعرض ماساتكم ومعاناتكم، لان احنا مو جزء من صفقه سياسيه لبعض المؤسسات الاعلاميه او رعاتها او الاحزاب، ولذلك ملفكم ما ينسد عندنا. اغلب الملفات، كل الملفات الموجوده، حتى لا نكون احنا ظلمنا ملف على حساب اخر، كلها تعرض عبر شاشتنا ونناقشها ونطرح معاناه العراقيين باستمرار. لانه احنا ما داخلين بصفقه سياسيه وكل يضغط علينا حتى نسد الموضوع. حسين من البصره، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. أنا بشكر قناة الرافدين الحرية صوت العراق الرافدين. الله يسلمك. احنا نطالب بالحكومة العراقية في البصرة، لا كرهبة ماكو جو حار عندنا بالبصرة، دائما جو حار، تشتغل ساعة وتثبت سبع ساعات. نطالب وزارة الكرهبة توفر الكرهبة للمواطن، كرهبة ماكو، تذهب لوزارة الكرهبة مليارات ماكو تطور الكرهبة، شركة صينية خلت تجي. علي سيد علي، تعرف حضرتك انه البصره يا وزير الكرهبة، سيد علي البصره بيها اثناء استخراج النفط يطلع غاز يحترق تحرق الحكومه من اجود الانواع، واذا تم استغلاله بشكل صحيح حيساهم بتشغيل محطات الطاقه الكهربائيه ويشبع العراق كهرباء. ليش ماكو استخدام واستغلال لهاي الثروه اللي دا تحرق بالمليارات من الدولارات؟ مليارات البصرة تذهب، الدخان علينا والخير رايح للغربية، ما مستفادين شيء. يا غربية كرهباء ما عندنا وماي ماكو. يا غربية رايح لها الخير. الخير 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 مال البصرة هاي، النفط الشركات المواني، ما مستفادة من عند البصرة. وين رايح الخير مال البصرة لعد؟ رايح للغربية وللأكراد، ما مستفادين شيء. يا غربية، يا غربية تقصد، يا غربية لا. سيد حسين، يا غربية تقصد للمحافظات العراقية، الموصل نينوى. وين وين الموصل أبو سيد جوة. حسين، أنت متابع الوضع بالعراق لو بس تسمع. نعم. احنا طالب الحكومة العراقية تدري لا لا بس اسمح لي ماكو معلومة العراقي. لا اسمعني على كيف انت ذكرت معلومه غلط ولازم تتصحح، لان اذا عبرت حيصدقها غيرك فلازم نوضحها. تدري حضرتك انه مدينه الموصل الجانب الايمن منها ب 95% مدمر تماما، وبعد لغايه الان ما حطوا ولا صرفوا عليه دينار عراقي واحد حتى يعمروا المدينه القديمه. تدري اللي غايه الان اكو اكثر من 1.5 مليون عراقي بالمخيمات نازحين من المحافظات الغربيه، شلون دي يروح لهم الخير مع البصرة وهم قاعدين بالشوارع مهجولين؟ شلون الخير
هذا دا يذهب إلى جيوب الفاسدين، جيوب مدعي تمثيل هذه المحافظات. نعم. بيروح إلى إيران هذا الخير. البصرة هذه تطور ولاخ. نعم نعم. لا تطور بها البصرة، كرعبة ماكو، كاتلنا الحار. نعم. ويشوفهم الله إن شاء الله، أي والله الدنيا واخرة. سيد حسين أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا أتمنى بس من العراقيين المشاهدين الأحبة واللي دي يتابعونا واللي يتناقشون بيناتهم، يا جماعة مو أي معلومة تنذكر، يعني اللي دي يصير اليوم في العراق سرقة من كل المحافظات بلا استثناء، تسرق أموال العراقيين وتسرق ثروات العراقيين من يدعون تمثيل هذه المحافظات، من يدعون الدفاع عن مظلومية أبناء هذه المحافظات. لا الغربية مرتاحة ولا الشرقية مرتاحة ولا الشمال ولا الجنوب مرتاحين ولا وسط العراق مرتاح. أبناء هذه المحافظات يعانون معاناة شديدة، ولو كان هناك فعلا وضع حقيقي بإعمار وببناء في الغربية أو في مناطق أخرى لما رأينا نازحين في المخيمات، لما رأينا إلى الآن عوائل عراقية تعيش تحت أو تعيش في مخيمات لا تقيهم البرد ولا الحر، لما شاهدنا أبناء الوسط والجنوب يعانون من غياب الكهرباء والخدمات والفقر والجوع والبطالة، ولا شاهدنا أبناء المحافظات الشمالية يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم. العراق كله يعاني، واللي بايقين الفلوس هم ذولا اللي يحكمون. فاروق من الأنبار، تفضل يا فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي إحنا نازحين من جرف الصخر بالعويشات. نعم. اي والله يعني الخيم ما عاد فوق على من الحر. الله يعينك. والله العظيم هسه الخيم يعني ما يقعد بيها حشاك المطي ما يقعد بيها. محشوم. يعني اذا تفصل قوة يعني نحير ونقعد. نعم. اي والله يعني على ما اعتقد هاي صار لنا بعد 9 سنوات لا مسؤول زارنا، لا يعني ما زارنا بس وقت الانتخابات. بش عرفنا لحد الآن صارنا بالـ 4 سنين 5 سنين ما حد عرفنا بلكوخ مال طحين أو مال كمل أو مال كشي. يعني لا حول ولا قوة. ما أريد أسألك سيد فاروق، منو اللي إجاكم وقت الانتخابات من المسؤولين؟ جانا هيبة الحلبوسي. هيبة الحلبوسي. نعم. إيش قال لكم هيبة الحلبوسي؟ والله تبشروا ونطلع لنا هاي رواتب ما رواتب، هاي اقل شيء، هاي رعايه خذوا اثمانه، يعني كل شيء ماكو، بس اتخذنا فايده ماكو. هيبه الحلبوسي قال لكم ابشروا بشنو؟ يعني هاي مال الانتخابات مال الرعايه، هاي اقل شيء، هاي راتب مال الرعايه ماكو راتب. يعني هسه ندق عليه مغلق، حتى الان ندق عليه مغلق. هسه مغلق هيبه الحلبوسي، مغلق تليفونه هسه. اي نعم هيبة الحلبوسي. قبل الانتخابات كان مفتوح تليفونه؟ مفتوح تليفونه، يجي هنا يفتر هنا يوزع يعني فلوس على 25. احنا اخذنا قلنا مال الانتخابات، احنا قلنا مكان رعايه ابسط شيء ترى هي رعايه. نعم. يعني هسه قاعدين هسه لا حول ولا قوه، هسه انتهت الانتخابات لا حول ولا قوه، ولا واحد عرف له شيء. الله يكون بعونكم يا سيد فاروق، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد فاروق نازح من نازحي جرف الصخر الذين يعانون منذ 8 سنوات ولا يزالون طبعا وسيستمرون في هذه المعاناة طالما بقي هؤلاء الكاذبين الفاسدين في الحكم. بحسب فاروق من الأنبار جاءهم النائب هيبة الحلبوسي قال لهم أبشروا، انطاهم 25,000 دينار للشخص، أبشروا حتجيكم رواتب الرعاية الاجتماعية، بس شنو ورا الانتخابات، ورا ما تصوتوا لي حتى أفوز. وبعد ما فاز هيبة الحلبوسي سد تليفونه حتى لا يزعجوه النازحين، لأن بعد ماكو مصلحة منهم، ماكو فائدة منهم، ما راح يجيبوا له صفقات بالمليارات، ما راح يغيروا له المنصب إلى منصب أعلى، ما راح يزودوا له عدد السيارات أو الحماية الموجودة أو مخصصات أو يطلعوا سفرات أو بعثات على حسابهم، ماكو، لأن ذولا فقراء على حالهم، على قد حالهم، وقاعدين بمخيمات لا تقيهم لا البرد ولا الحر. فالحلبوسي هذا هيبة شو يسوي بهم؟ ما يريدهم. من تجي الانتخابات القادمة حيرجع لهم مرة ثانية وحيقول لهم نفس الاسطوانة. ويانا السيدة أم محمد من ديالة، تفضلي. السلام
أم محمد من ديالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لقناة الرافدية. حياك الله يا أم محمد، أهلا وسهلا. أريد توصل معاناتنا وأريد نفهم، يعني إحنا عايشين أخوي عين الدوامة، لا عندنا جيش ولا عندنا حكومة ولا أحد يسأل يعني على كل شيء بالعراق، إحنا عايشين بقدرة. الله يعني ما مفتهمين، إحنا عندنا حكومة، عندنا رئيس وزراء، عندنا ميليشيات. نعم. يعني بعدين وبعدين يعني فوضى، فوضى مو طبيعية. نعم. تدرين يعني تدرين شو يقول رئيس الوزراء يا أم محمد؟ أم محمد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة. رئيس السلطة التنفيذية اللي هو يعني بيده كل الأحكام والقرارات، شو يقول؟ يقول أنا معقب معاملات مو رئيس وزراء. أي والله عم يصير معقب معاملات هو. يعني هذا كلام إذا من يصدر من رئيس وزراء رئيس حكومة، المواطن يقول لعداني منو حيحل المشكلة؟ أنا أخوي إحنا جنشوف يعني ما إن أحد. نعم. أي أحد يقدر يعتدي عليك أو يضربك أو يهينك، ما عندك أحد يشتكي له أو ياخذ حقه أو يطلعك من بيتك، يعني كل شيء بالعراق صار عادي، ماكو حكومة، ماكو أمان. نعم. يعني كلها تحكي على الفساد وهم كلهم فاسدين، من هم اللي فاسد العهد؟ كلهم فاسدين ويحكوا لك على الفساد وما يشتركون ويا الفاسدين، لعد ليش صار لكم 20 سنة تبقون بينا؟ نعم. ما طلعوا واحد لا كاظمي ولا غيره ودبه بالسجن قال هذا باق أموال الشعب اللي ياخذونه ويذبونه ورا شهرين يطلع. تدرين اي تدرين ليش يطلع؟ لانه فاق زيدان ام محمد، لانه فاق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى السلطه القضائيه، هذا المفروض اللي يحق الحق ويدخل للسجن الفاسدين. شو يقول؟ يقول اللي يجيني من الفاسدين اللي باقوا المال العام ويرجع لنا الفلوس نطلق سراحه، واحنا افرجنا بالعفو الخاص عن الكثير من المتهمين بالفساد، اذا القضاء يخرج عن الفاسدين اللي يخدم مصالحهم. عيني اخويا العفو الخاص اللي يخدم الفاسدين ويعرفهم متنفذين بالدوله، ما يخدم الفقير اللي عايش بهذا الحرب السجن صار له 10 سنين. يعني انا من الناس اقول لك اخويا 10 سنين ما شايف محل قاضي ولا معروض على محكمه. ليش؟ اوكي الا نشتكي. سيده ام محمد اشكر حضرتك، شكرا جزيلا كنت معنا من الدياله. ويانا سيدة أم أحمد من النجف، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا وسهلا أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. تحياتي لقناتكم الكريمة وكل مستمعينا الطيبين. أهلا وسهلا. الله يحفظك أستاذ محمد. شوية يعني اللي أرجو شوية عن بس هي فد عندي. مدى اسمع عفوا. ام احمد بس ما اعرف يعني صوتي يوصلكم او لا. سيدة ام احمد تفضلي. الو تسمعوني؟ انا اسمعكم استاذ محمد. يلا تفضلي. اي نعم تفضلي، انا اسمع. كلامي اوجهه للاعلاميين والضيوفهم اللي يجيبوهم، فمسويها كارثه راح يترك العراق. تقصدين يعني تقصدين القنوات الفضائيه الحكوميه والحزبيه يعني؟ يعني قسم من عندهم حتى المفروض ما ترى الاحزاب، لكن ما جاي افهم يعني صار لهم ايش كم يوم مصدعين ادمغتنا و بشنو؟ يعني اذا يسمعون، وانا متاكده يسمعون قناتكم وانت يعني امثال قنواتكم اللي هي اساسا اذا تريد تاخذ الحقيقه بدون مجامله اخذها منكم من طبيعي. زين انت من تقول لي مقتدى سحب هسه وخلي العراق في متاهه، هاي السنين 19 سنه تعال قول لي مقتدى شنو اللي سواه؟ انا ما احاكي مقتدى وجماعته وامثالهم من كل الاحزاب اللي ينعقون مع كل ناعق. انا احكي دول الصحفيين المفروض انتم جاي تصيرون تحشون بدمه. والضيوف اللي يجيبوه هم حايدين ما تبع الاحزاب. ريا خلى العراق في متاهه، ما تخجلون من الله، ما تخجلون من انفسكم، من شيعتكم اللي طالعين وهيكم مقرين انفسكم وتصرفون. تخلي الواحد يطلع من صوره من يوجه لكم كلام على الفضائيات. يعني العراق ما كان معايش في متاهه حتى من طلع مقتدى صار بمتاهه. العراق صار بمتاهه وبنفق مظلم زين انت تعال قول لي العراق هاي ب 19 سنه
مقتلى تحديدا مو معناها الباقيين خوش اوازن لا 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 كلهم نفس الطينه لكن نعم كان موجود شو اللي نغير لي يعني اخو غير قتل تهديد مرض نهب سلب مكاسب اقتصاديه حدود مفتوحه نعم اريد واحد والله متعقل شويه خلي يحترم عقله شوفي سيده سيده محمد المفروض اللي يطلعون على الشاشات اللي هم يدعون الوطنيه طبعا في هذه القنوات المفروض اذا هو مو قد وطنيته اذا كانت حقيقيه يصمت وينسحب من هكذا لقاءات لانه هو داخل في مؤسسات اعلاميه موجهه تابعه الى احزاب تديرها شخصيات او مجموعات تفرض عليه السياسه الموجوده تفرض يعني بالقناه تفرض على الضيف سياسه فاذا هو مو قد كلامه ومو قد وطنيته خليه ينسحب لكن اذا هو يريد يتماشى ويا التيار ينافق يكذب يظهر في هذه القنوات يقول بانه العراق يعني الان في متاهه بسبب خروج مقتدى ليش هو العراق مو عايش بمتاهه بوجود مقتدى والله ما اعرف نعم يعني قناتي لا ما تقتل على الاحزاب لكن انت ما يهلكك الا المتملقين وخلي دول اللي يدعون التشيع دائما اقولها الامام علي الكل شريف والكل عاقل بس انا احاججهم عنده حديث يقول خير لي ان امد يدي في فم التنين الى دبره من ان امدها الى من لم يكن ثم كان فاني رايي اللي قاعد على كرسي واللي جاي يطبل واللي تكرمون جاي ينبح تكرمون اعزكم الله وكل شريف يسمعني هم دول النماذج السفله اللي هم يوصفهم الامام علي من يقول الضعفاء الضعيف ترى مو الفقر، الفقر مو عيب ولا ضعيف القدرة البدنية لكن ضعيف النفس إذا استملك هذا حكمك هذا عفوا راح يوديك المهلكة شكرا أم أحمد شكرا جزيلا أنا أشكر حضرتك أكتفي وياك بهذا القدر لأنه عندنا أيضا مواضيع لازم نطرحها فأعتذر منك طبعا لكن وصلت الفكرة من مصائب العراق اللي خلفها مقتدى الصدر وهادي العامري وقيس الخزعلي و أوس الخفاجي وأكرم الكعبي طبعاً أنا لو أعددهم أسماءهم ما تخلص لأنه بحسب حيدر العبادي هناك أكثر من 100 ميليشيا مسلحة تحمل السلاح خارج إطار القانون في العراق فطبعاً 100 ميليشيا 100 زعيم أسماء كبيرة وهناك ميليشيات أخرى تخرج هذه الميليشيات ولدت أفكار الدم والاقتتال ولأنه السلاح سهل الحصول عليه في العراق العشائر أيضاً ميليشيات تحمل السلاح خارج إطار القانون تتصارع فيما بينها فوضى السلاح والانهيار الأمني مستمر في العراق أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار باندلاع نزاع عشائري طاحن جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة في وقت مبكر فجر اليوم قال المصدر إن نزاعا عشائريا في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار استخدمت فيه أسلحة مختلفة امتد لعدة ساعات حرق 5 منازل نزح عديد من سكان هذه المناطق هربا من المعارك يعني ساحة قتال بين دولتين وليس نزاعا عشائريا لكم أن تتخيلوا المشهد دعونا نتابع هذه اللقطات لنتابع سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام قبل ان ننتقل لاستقبال الاتصالات. ويانا ابو رضا يقول العكيكه هي مكان سكن قائد الشرطه سعد الحربيه تخيلوا تخيلوا. ريماس تقول هسه يجي سعد حربيه يتفاوض وياهم عشائريا لا سجن لا حساب لا شيء تعودت الناصريه على هذا الوضع. علي يقول نزاعات عشائريه وهدفها سياسي للاسف الشديد. أبو سيف يقول طالما يتسلط الفاسدون على المناصب يكون الوضع هكذا ضعف في تطبيق القانون النتيجة جهل عشائري على العموم الكلام غير مجدي مع هكذا بشر
ويانا ابو عراق من الفلوجه، تفضل يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك واحيي القناه الشريفه اللي تنقل معاناه الناس. حياك الله. بسالي تعقيبا على الاخ ابو علي من البصره. اي ابو عندنا حسين من البصره. يقول خيراتنا جاي تروح للغربيه. لا اخوي ابو خيراتك باقي ابو العمامه وباقي ابو الرباط. نعم شويه راجع حساباتك اخوي العزيز. هو الرجل اخطا بالتوصيف، ربما يعني ربما ما كان يقصد على الناس انه هي راحت للناس. بس اسمح لي اخوي استاذ محمد. تفضل. انا يا خلينا نشوف وين اللي باقي. احنا اللي باقونا من امه، باقونا دول الاحزاب، باقونا دول اهل الحمايم، باقونا دول اللي بالبرلمان يا اخوي العزيز. خياراتنا جاي تروح لهم، مو جاي تجي للغربيه ولا جاي تروح للموصل. خلنا نتكاتف انا وياك، انا يا اخوان. اما نعم هذول اجوا من 2003 لحد الان لتدمير البلد، لتدمير المجتمع. هذول اذا ما نتخلص منهم تبقى الشركات، تبقى الميليشيات. اشكرك ابو عراق، اعتذر لان الوقت شارف على الانتهاء. اشكرك شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ام زهراء من بغداد، تفضل يا ام زهراء باختصار لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا جايبه على التلفزيون. اي. وجاي اشوف انا يعني هذا جاي يصير بينا الى متى هالشكل نبقى احنا؟ نعم. الى متى يعني هذا العراق تدمر من ذاك الوقت لهذا الوقت؟ نعم. من يتحمل مسؤولية هذا الدمار؟ من يتحمل مسؤولية هاي الناس؟ تعبت وملت. لا سني لا شيعي لا صابئي لا مسيحي، احنا كل العراق تعب. من يتحمل مسؤولية تعب العراقيين؟ من اللي يتحملها؟ أنا دا أسألك. يتحملها الحكومة فاشلة. برلمان فاشل. من اللي يتحملها؟ العراق ايش قد؟ كم مليون العراق؟ هم لو يسوون 40 مليون. اي قولوا قولي. قول ثروات العراق 40 مليون هاي، ها؟ اي ثروات دول انت ما سمعت. احنا مو ما نفتهم. نفتهم كل الزين. بس ما حد يجي شريف يحكم يقول هذا بلد عيالي وبلد اهلي. نعم. ام زهراء انا ام زهراء انا اشكر حضرتك، عندنا مشكله وياك بالاتصال بس ايضا وصلت الفكره العامه. لننتقل مشاهدينا لمتابعة المقطع الرابع لدينا، وهي شكوى من أهالي البصرة الكرام والمسافرين عبر مطار البصرة الدولي. شبه المسافرون البصريون أو العابرون من خلال مطار البصرة الدولي تاكسي المطار بالتابوت، أو شبهوا المطار بشكل عام بالتابوت أو جراج النهضة. ما السبب؟ لعدم توفر وسائل الراحة للمواطنين. كشفوا عن عمليات ابتزاز وفرض إتاوات يتعرضون لها خلال سفرهم من قبل شركة تاكسي المطار في البصرة. كانت مصادر في مطار البصرة قالت إن إدارة مطار البصرة غير معنية بإبرام أي عقد مع أي شركة، الشركة متعاقدة بشكل مباشر مع وزارة النقل. الشركة المسؤولة عن تاكسي المطار رفضت التصريح أو الرد على شكاوى المواطنين الكثيرة. وبالرغم من مناشدات ومعاناة المواطنين ونفورهم من مطار البصرة بسبب شركة تاكسي المطار، لكن تلك الشركة باقية وبذات الممارسات بحسب المواطنين. لنتابع هذه الشكوى. ما شاء الله، هاي لا سيادة المحافظ، وين كلامك سيد المحافظ؟ شنو برجعوا بقوة؟ انه قبل كانوا ب20 الف التاكسي، هسه ب30، والكوستر نفع عسل، ممنوع اي سيارة تدخل. هاي باب المطار ممنوع اي سيارة تدخل.
ب30,000. عجبك نعجبك، ما يعجبك لا تسافر بالطيارة، روح بأوباما. لنعرض لحضراتكم سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت. حسام الأسدي يقول: يعني معقولة أمر محافظ رئيس وحدة إدارية يلغى؟ كارثة. بصراوي يقول: أوامر ميليشيات حشدية وعصابات بيناتهم يردون يكثرون أملاكهم بروس الشعب. تعليق عندنا من حسين الباهض يقول: محافظ خراعة خضرة، سلطته ضد الناشطين والصحفيين. وأبا الفضل مرتضى العطواني يقول: كارثة كبيرة هاي، هاي العصابات بالدوائر ما حد يتابعهم. دعونا الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. لدينا مقطع من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. تلجأ الحكومة والميليشيات في العراق إلى شيطنة التظاهرات في محاولة لإسكات أي صوت رافض للأحزاب الفاسدة وميليشياتها. وصل الحال بزعماء الميليشيات إلى كيل التهم والأكاذيب للمتظاهرين قبل أي حراك شعبي في محاولة مسبقة لتبرير القمع الذي يحصل فيما بعد. دعونا نشاهد هذا المقطع. عمل حقيقي جرى من أجل تدريب جماعات مسلحة، وعندما يحصل صدام تنتقل المسألة إلى مرحلة الصدام المسلح. المظاهرات ستجري مرة أخرى، ستنطلق في الشهر العاشر، وبالتالي هاي قضية المظاهرات تسوق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على أنها رأي عام، بالحقيقة المحرك لها هي أطراف ذات دوافع سياسية. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة الهاشتاج. طبعا لدينا وسم الحرية لمعتقلي تشرين. مشاهدينا الكرام دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم في موقع تويتر. سارة تقول: باعتقالكم للشباب الثائرين لن تنهون من يعارضكم، بالعكس سيزيد إصرارنا على رفضكم. نظام سفيه إيران انهار في العراق، وما تفعلوه حاليا صحوة موت ستتبعها نهايتكم الأبدية، لن تبقى لكم باقية في عراقنا. عندنا تغريدة من محمد العراقي يقول: كفى اعتقال الذين يريدون الحق وواقفين معه، إلى متى يبقى المواطن العراقي معنف ويقمع على أبسط الأمور؟ هل نجلس فقط في منازلنا ونشاهد ما يحدث؟ لماذا يتم اعتقال والد الشهيد الذي يطالب بمحاسبة قاتل ابنه؟ لماذا يعتقل من يساند الخريجين؟ هذه كلها حقوق المواطن. تغريدة عندنا من محمد أيضا يقول: من أكبر دلائل سذاجة النظام القضائي العراقي قاتل 700 شهيد ما زال حرا، واللي سلم ثلث العراق ما زال حرا، ويتم سجن شباب أرادوا وطن حر وعيش بكرامة. زهراء الحسن تقول: تستمر الاعتقالات رغم توقف المظاهرات ثورة تشرين،
والغاية منها إيقاف أو إسكات وإسكات أي صوت حر له تأثير في الواقع أو في المواقع، وزرع الخوف في قلوب الشباب حتى لا يخرجون في أي ثورة أخرى ليطالبوا بحقوقهم. هذه ما لدينا في من تغريدات طبعا في فقرة الهاشتاج مشاهدينا الكرام، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.